مبروك على اختيار البيكيني سليف. الفيديو ده عامله عشان افهمكم يعني ايه بيكيني سليف. وتيجي معايا التكميم العادي، السليف العادي بيبقى عباره عن 5 فتحات او 6 فتحات في اعلى البطن. جات لي فكره من 4 سنين ان انا اخلي المنظر ده جمالي اكتر شويه، فقلت ابدل 5 فتحات ب3 فتحات بس واخليهم كلهم تحت خط البيكيني لاين، فبالتالي ما بقاش في اي جروح ظاهره خالص في البطن خالص، كانك مش عامل اي عمليه. دايما السؤال الثاني، مين يناسبه البيكيني سليف؟ دايما بطبيعه الحال البنات اللي سنها صغير لسه ما اتجوزتش، مش عايزه تقول انها عامله العمليه، مش عايزه تبين اي جروح، خصوصا الناس اللي عندهم جلدهم غامق شويه او قمحي زي جلدنا وبيحصل الجروح بتاعتها بتبقى بارزه عن العادي. بالتوفيق، جود لك على الجيرني بتاعتكم، ان شاء الله هنبتدي هنا.